يتم اختيار الخيل واختيار الجواد بعناية بحيث أنه يكون من سلالة نقية ويكون صالح جسديا ويكون خالي من الإصابات، هذا يعني بداية الاختيار. ومن ثم يتم وضع الجواد تحت جدول تدريبي واضح يتم وضعه من قبل متخصصين وفنيين في مجال الخيل، ولله الحمد قدرنا نوفر بالقلعة جميع الاحتياجات التدريبية للنهوض في مستوى الحصان من النقطة ألف إلى النقطة ياء. نحن الآن نقوم بتدريب الجيل الرابع من الفرسان بالكويت. الجيل الأول كانوا هم المؤسسين، الجيل الثاني المدربين، الجيل الثالث الآن هم أبطالنا الدوليين، والآن نحن نقوم بتجهيز الجيل الرابع من الفرسان لتمثيل الكويت محليا وفي المحافل الدولية إن شاء الله. سنحتضن بطولات للقدرة والتحمل وبطولات لرياضة الرماية من على ظهر الخيل، ومن ثم سننتقل إلى رياضة الملوك والأمراء هي رياضة الدرايفينج، هي رياضة العربات التي ولله الحمد القلعة هي أول موقع بالشرق الأوسط من أتى بهذه الرياضة. Unexpected. You know, when you're driving here and it's the middle of the desert, this is like an oasis, you know? It's you get here and the architecture, as he said, is very Italian, so I was surprised and to see the horses and now we're going to go do a tour and see, you know, how they train the horses and how they keep take care of them. Very calm and harmony place, so there's a lot of horses you can just roam around and discover, and it's very open, like it's not like a closed area. And yes, I'm excited to see even more of the castle, and so far I think it's really nice. You can see people are really happy to be here, and the horses are happy as well, which is important. So yes, I like it. Thank you.